طب نهر الدجلة والفرات بيعنوا له كثير لكاظم الساهر، وكان يقطعهم سباحة مرات كثيرة روحة رجعة. كنت اقطع النهر من مكان محسن الكاظمي، كنت اقطع راحة ورجعة على طول، كنت يعني مشتاق على طول لست سنوات ايامها بلياليها، مشتاق اشوف بغداد. يعني ست سنوات غربة، ان شاء الله قريب ارجع.